وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أعلم أحد في الأمة دي بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل، ما حيجي أعلم منه ولا زيه ليوم القيامة. رغم ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ لأن الحديث ده مش تقوله في مسجد بتاع جماعتك يقول لك يا مولانا كرهتنا، بالحديث ده يعني عرفناه وخلاص. أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه يقول له: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. عشان كده يا داعية التوحيد ويا طالب العلم ويا أيها الداعية السلفي، الشيطان ما يلبس لك، تمسك لك مسجد يجيك ركليك يقول لك: اسمع، كلمتهم كثير عن الشرك وعن التوحيد، غير لهم شوية. أو يغش واحد ثاني يقول له: اسمع، ما تبدأ طوالي بالشرك ولا تبدأ بالتوحيد، أبدأ لهم بفضائل الأعمال لحد ما يحبوك. يحبوك دار يدوك بنتو، أنت جيت داعية ما جيت نسيب، أدعو للتوحيد. يحبوك بتاع شنو؟ ما بيحبوكم ذاتهم إلا الله يحببهم فيك. في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل لأهل السماء: يا أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. قال: فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. جوا عينهم بيحبوك، جوا عينهم بيحبوك إذا تكلمت بالعقيدة والتوحيد. أوعك تتلولو، أوعك تتلولو، تبقى زي الجماعة بتاعنا العفش معلين الجامع كله كمش وكافيتيرات وسراويل معلقة وعراريق مشتتة. عرفت بقوا الجامع زي بيت العزابة، هم مش نحن، عرفت كلامي؟ وشغالين يضللوا الناس. يقول لك: لا تتكلم في أمراض الأمة. أمراض الأمة شنو؟ الشرك. شفت ده أكبر مرض لازم نتكلم عنه، لأنه ربنا أوحى به للنبي عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد يا رسول الله، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. للدعوة. وربنا سبحانه وتعالى قال: فمن يكفر بالطاغوت. طواغيت كتار ورؤوسهم خمسة، منهم من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومنهم من عبد من دون الله وهو راضي، ومنهم من ادعى شيئا من علم الغيب، وديل كلهم عندنا، ده عندنا هنا في البلد دي. تقول ليه العيش بقى فيه صفوف؟ والله يا ربنا لو ما رحمنا يكون ما في هوى ذاته، والله يا ربنا لو ما رحمنا الارض تنشق وتبلعنا، لانه النبي عليه الصلاه والسلام دخل على زينب وهو فزع ويقول: لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأي خبث أخبث من الشرك وعبادة القبور وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. ده الأمر الآن نحن المفترض نحاربه بالعلم وبالدعوة، ونعلم أهلنا في البيوت. أي زول يبدأ بأبوه وأمه، ويبدأ بمرته إذا متزوج، ويبدا باولاده وبناته، ويبدا باخواته، ويبدا بعماته وخالاته. فلما انزل الله على النبي عليه الصلاه والسلام: يا ايها المدثر قم فانذر، صعد الصفا جبل الصفا قائلا: يا صباحا يا صباحا يا صباحا. فاجتمعت قريش ومن معها فناداهم وامرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى، فقامت المشكلة منذ ذلك الزمن وذلك الوقت إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا حاصلة. السبب دعوة التوحيد ونهي الناس عن الشرك. والله الناس زيل، نحن لا نبزنا أبهاتهم، لا نبزنا جدودهم زي ما هم بيقولوا، ولا نبزنا قبائلهم،
ولا عندنا مشكلة مع أي قبيلة، بل لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، ولا لأحمر على أخضر إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب المشكلة شنو؟ المشكلة قلنا للنازل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ملصوا الحجبات، قلنا له حجبات دي شرك، انتوا اللي قلتوا كده لما نحن. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الرقى والتمائم، تمائم الحجبات دي، والتولة شرك. التولة عرق المحبة اللي بيعملوه جماعة دي ذات شرك. الرسول قال ده كله شرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علق تميم حجاب فقد أشرك. ده قاله الرسول عليه الصلاة والسلام.